هذه فيديو موجه لجعفر القاسمي. انا كنت نمشي ونسمع في موزايك يا اخي، خلطت على الانترفيو متاعك يا جعفر، هيك علاش قررت باش نقف ونوجه لك الكلمه هذيا، خاطرني كنت محظوظه اني سمعتك. يمكن في الساعة غير بعد اللي سمعتك فيها تعلمت منك برشا حاجات، سمعتك كيفاش قيمت الاعمال الرمضانيه ككل، و تمسيت برشا كي لمت العبيد اللي سبوا وقتها كتاب. يمكن احنا جماعة اللي خدموا في العمل هذية وفي المسلسل هذية ما نجمناش ندافع عليه كما انت دفعت عليه. باش عبيد ما تفهمش اللي احنا تعبنا كممثلين وكحتى دي تكنيسيان وتقنيين، تعبنا فيه المسلسل هذية مهما كان فيه نقائص ومهما كان فيه دي ديفو. كيلكو باغ عندنا دو ميريت، موا 17 ساعة 20 ساعة نقعدو نصورو فيها، برشا عباد مش تفهم. أنا لم تقبل على اللي من الدومين ما فهمونيش، صابونا بطريقة ياسر قاسية، أما أنتي تعطي ليكزامبل متاع الفنانين الكل، كيفاش كنت متسامح معانا وكيفاش دفعت علينا، فريمون سا ما توشي و جي إي لارم أو زيو. خاطرك فنان تو سامبلومون، خاطر قليل وين فما فنانين يسخيبوها اي واحد يمثل ولا اي واحد يغني نسميوها ارتيست، الوغ كو الفنان اخلاق قبل ما يكون كل شيء، وانت اخلاقك عاليه برشا والانتيليجونس ايموشنيل نتاعك قويه برشا. يمكن صعيب اللي يفهموها ولا يقدروها ولا اصلا يعرفوا شو معناها انتيليجونس ايموشنيل. نشكرك برشا و جو سوي ريكونيسانت كأنا ممثلة في وردة وكتاب، وإن شاء الله يجي نهار من نهارات ونكون تلميذتك. تلميذتك باش تعلمني يمكن مسرح، باش تعلمني نقف قدام الكاميرا، باش تعلمني برشا حاجات أخرين فيك نحب ناخذهم من عندك، باش نجم نقدم القدام كما أنت تبارك الله عليك قدمت برشا في حياتك.